بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الكابتن مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. اليوم مهاراتنا بتكون خفيفة مفيدة للشباب، لأن عندي مجموعة شوي ضعيفة تحتاج تعليم أكثر. لحد الآن مو عارفين شلون يقفزون تحت الماء، أما يرجعون مع ضربات الرجلين أو يرجعون مع ضرب الحد. راح نشرح لهم إن شاء الله الطريقة بالتفصيل ومن ثم التطبيق، ونسوي لهم تحدي أحلى قفزة. وأنتم بعد كتبوا لي في الكومنتات توقعون من أحسن واحد فيهم طبق القفزة عدل. يلا حياكم معنا، يلا بنغوص الحين. 10 ثواني، انزل. 1 2 3 جو. 10 ثواني تحت الماء، انزل. ابطال ابطال. اوكي يا شباب، اليوم مهاراتنا القفز على القدمين. من يعرف يقفز شوي ونص نص؟ زين، عندنا نوعين من القفز، القفز على القدمين ومن ثم ضرب الحد ونطلع فوق. اوكي، هاي النوع الاول راح اسوي لكم اياه، سوون نفسي. النوع الثاني اقفز على القدمين، اذا ما وصلت حق الارض شو اسوي؟ ضربات الرجلين واطلع فوق واسوي طريقه الوقوف في الماء. عرفتوها؟ ايه. اوكي شباب، جاهزين حق تعلم المهاره عدل؟ وعقب اسوي لكم تحدي من احلى قفزه. اوكي يلا قعدوا، بسوي لكم القفزه تشوفوني. يلا اوكي شباب، سمعوني، القفزه بتكون بشكل مستقيم، وسكر القدمين. اوكي، والنظر يكون للامام. اوكي، النظر للامام واطلع نفخات تحت الماي. اوكي، نركز مع بعض. شباب الحين بنسوي قفز واحنا قاعدين نتدرج المهارة، ننزل في الماي، شوفوني شلون مع بعض نسوي. انا اول شوف، اطلع فوق اطلع فوق فوق. اوكي شباب، نجدم شوي، شوفوا ريلي وين جدم. الحين بنسوي جام خفيف مع السباحة، زين، بعدين اطلع فوق. 1 2 3 جمب. ننسى النقاط المهمة اثناء القفز، انسكرين لنا عدل وخذ النفس. ها يلا 1 2 3 جو. شباب الحين بتشوف احلى جمب فيكم، تاخذ نفس وتنزل. بقيمكم من 10. اوكي جوز فهد، يلا بقيمك من 10. ها طلع سيدة اول. 1 2 3 اوه ممتاز، في شوية هذه يعني 7.5 من 10، 7.5. اوكي يوسف جاهز، اكو حصل فهد 7.5 من 10، الحين كم متوقع تتحصل؟ 10 من 10. قوب يلا 1 2 3 اوه 9 من 10، على الاقل ياخذ جنب اكثر فوق وهو نازل. ممتاز، صفقوا له صفقوا له، 9 من 10. يلا يوسف جاهز، give me 5. يلا 1 2 3 جو. اوكي صح صح يوسف، 7.5 من 10، وايد زين، بس لانك لفيت لا تلف، خليك مستقيم، شاطر. عباس جاهز؟ يا لا تنسى النقاط اللي قلت لك عنها في التعليم. يلا 1 2 3 جو. حلو، اوه 9.5، صفقوا له صفقوا له. يلا عمر جاهز؟ ترى احسن تقييم 9.5، تقدر تحصل 10. ها يلا 1 2 3 اوه ممتاز، اوه لفتحت شوي، بعد 9.5 9.5، عندنا تعادل 9.5. تقدر تطوفهم؟ ها؟ محمد لا؟ يلا محمد 1 2 3 جو. اوه 7 من 10، ما عليه بيتعلم. شوي شوي ناصر، خليك سيده هني. اوكي ريدي 1 2 3 جو.
كيف اسريله شوي. 8 من 10. اوكي ما شاء الله، انتوا الحين متعادلين ما شاء الله عليكم. بشوف من بيجيب 10 أو 9. يلا جاهز عباس؟ 1 2 3. حلوة، تقريبا 9.5 و10 تقريبا. هلون الحين بشوف. يلا رايدي، 1 2 3. اوه ممتازين، صفقوا لهم، تعادل اثنيناتهم، تعادل صفقوا لهم، ممتازين اثنيناتكم متعادلين، تعجبوني. الحين اثناء الجام في ناس وايد يطيحون في اخطاء اثناء الجام، فما ينزلون بشكل مستقيم. راح نراويكم الاخطاء اللي تصير. اذا سويت خطا تقول لي خطا، اذا سويت صح تقول شنو؟ صح. خطا شو نسوي؟ اي يلا جاهزين. الحمد لله رب العالمين، انتهينا مقطعنا اليوم، واشكركم على الدعم القوي من جميع الدول العربية، يعطيكم العافية وكلكم على عيننا وراسنا. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.